طعم رباص يا اخي، طعم رباص. عارف اهم حاجه المحدقات والشذوذ، لما تظبط المحدقات والشذوذ دي الناس كلها ينهالون عليكم. اسي ده جابر عليه كده شنو؟ المصيبه انه زول كبير كده يكون عنده اولاد وقاعد يتوطح قدامه كده. اسمع انتوا مطعمكم ده ما بيعمل كوارع ضان تكون ما مشت كثير؟ ابدا يا اخ ما عندنا. اذا عارف انتوا مفروض تعملوا كوارع ضان تكون مظبوطة، لأن الكوارع فيها استيكة بتمسح أي شيء. إن شاء الله حنعمل كوارع. طيب أنا لأنه داير أمشي. يا حبيب ما تخش شوية عشان نكرمك. تكرمني بالعواليق الطافح ده؟ لا يا أخ شكرا أنا مستعجل. جدا ما في أي مشكلة، بس قلت حق الطريق وكده. حق الطريق في عينك. عارف الموصل ده بيكون محتاج له واحد يكون عامل وقت خارجنا يا ابن العم. ولا يهمك يا ابن العم، ما تضايق. السلام عليكم يا اخونا يا شاب. ما قلت مستعجل؟ قروش يا اخي. انا ما ضايق قروش؟ لا ما اديت والله. والله وصلنا لك كيف؟ تصرف. ممكن تمسك الكيس؟ امسك الكيس. ده عاكني ليه يومي ده كله يا اخي، ريحته زي الزفت. شكرا يا عم، والله بالعمل واحد تقول عقله ما معه. فعلا عقلك ما معك. الجابرك على السيم ده شنو؟ الواحد والله تقول يا ابن عم عقله متلحس. صحتك برضو حتتلحس لو استمرت بالطريقة دي. هاك زيادة. يا سلام، أنا دائما بحب الزيادة. عارف ليه زيادة؟ اتفضل يا أخي. يا أخي أنتوا ما بتخرجوا البيت ليه؟ ما بتراعوا الناس زين ولا شو؟ معلش. إذا عارف الليلة ما أعرف كرعيني ليه ما استبتت. يكون زي تعب الشغل؟ يا أخي حرام عليك، حرام عليك يا أخي. المرة جاية بلاي ما تنسى موضوع الشذوذ المحزقات وخصوصا الكوارع الظن. الظن مالزة ادخل خلاص وستر روحك، كنت ما خايف من الله ينستر من عباده. العادة يا شباب ليه ريحته قلبت لي بطني عادي كده؟ والله تصيب حد 200 الواحد قام يشرب في العواريك دي يا اخي، ده قطع الشق بيكون مدمن كامل ذاته زباينه كلهم زي وشه. من وين ذات ما عارفين يا اخي. اخ كفار يا زول. كفر الله سيئاتك يا كفر الله سيئاتك. ما تكون تعوقت شديد. لا 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 بسيطه، بس عارف شنو الموتر عصرني مع العربيه لكن في الساكنه، لكن الحمد لله. معلش يا ابن عمان غلطت، بس تعرف عصرت الشارع شديد وما عندي تليفون. لا لا ما مشكله ما مشكله، لكن لازم انا امشي معك المستشفى. لا لا الحمد لله انا كويس جدا. لا لا احتمال يكون في ضربه في راسك ولا حاجه. يا ابن عمان ما وقعت، انا ما قلت لك بس الموتر عصرني مع العربيه يعني، بس الساق بس. خلاص نمشي. انا ما ابي حاجه. لا لا بس هي خوزه. لا انا مش خوزه. انا عندي ولد خالتي كان لابس خوزه قبل كده، عمل حادث قالوا له يودوك المستشفى، قال لا قال انا كويس. قاعد 72 ساعه بعدك يتوفى. لا اسمع، وما بكون وقع على الراس وضربه كاشيه، انا ما عوقت والله الحمد لله. انا بس العربيه والموتر انت كده مع العربيه ما كده. لا 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 خليها خوزتي، خليها خليها. ما نعرف خوزتك. آه خليها. الراس سليم تمام. مامون نعم. الشنطه بتاعت الاسعافات الاوليه قاعده عارف الظهريه فيك. انا ولي شمس انا عام شمال والله كويس. يا ابن العم خلينا نديك حقنه، مع ان انا ما عندي علاقه بالحقنه لكن بديك. لا 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 اشكرك يا تطعيمه خلاص يا اخي والله شكرا جزيلا. انت كويس ما عندك حاجه؟ تمام الحمد لله اشكرك بارك الله فيك شكرا جزيلا. ما عندك حاجه؟ لا لا ما في حاجه. اوكي شكرا جزيلا يا الله يديك العافيه. يلا ما عاد يمناك والله شكرا. الله يسلمك الله يسلمك، ما عاد يمناك والله يا اخوانا شكرا جزيلا. ايوه جاي 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 دقيقه جاي. هاي دخل الشرطه مش على مش على وين ده؟
يا اخوانا راكبين العربية بيضاء، لكن يا عربية بالعربات البيض، البلد كلها عربات بيض يا اخي. الزول بتاع الموتر ده، الزول بتاع الموتر ده متابعنا من جبين. ومين هذا؟ ده بتاع دليفري ساكت يا اخي. دليفري شنو يا اخي؟ ده مبارينا من هناك من قبل الستوب يا اخي. لا يا اخي، بيكون طريقه في طريقنا. ما اظن. انا اوريك حياة. هسه بعرفوا انك كان بوليس ولا كان ما بوليس. اقرب لفه تقول لي بتاع ديليفري؟ انت مجنون ولا شنو؟ عايز ليه هذا ورانا يا اخي؟ والله يا اخي اكيد عرفوا الجماعه دي. اها وبعدين؟ هينا يا صاحبي، ما دام ما واحد خارج لك منه. صعب يا اخي، ما زوقت لك. يا اخي مش وين ده يا ضرع الزونه بشنطه دي كمان يا اخي. المشكلة بلغوا 200 هون. يا الله يا اخي، زول تاني ظهر يا اخي، انت زول ضربتني ورانا بحبيل ولا شو؟ والحل؟ قلت الحل واحد بس، احنا نطير كده لما تلعب. هدي يا اخي، هدي شويه التقاطع. انا يا اخي هدي شويه، صرت محصلنا يا اخي على الطريق. الله يا اخي، كنت عايز تكلنا يا اخي. انا اللي هيك يكون عطلناه شويه. خانة سلامة. ان شاء الله تكونوا كويسين، ما في زول يتعوق. هاي لكن نمشي المستشفى. لا لا ما في عوج هاي. الحمد لله ذات البوليس يا. ها؟ بوليس؟ هاي الحمد لله. ها؟ هاي الحمد لله. ها؟ وذي ذاته ما بتعني الشنطة. يا اخوانا قاموا جارين ليه؟ ترى يا جماعة طلع شنو؟ العربية ذاتي سارقينا. كذا؟ وبعدين شنو؟ أنا طلع شكيت إنه عربات بيض. قلت يا اخي اي عربيه بيضاء بتكون لك حق الجماعه دي، يعني انت قلت يعني بدك تشبهون، مشيت وراها بس بعد شويه شنو؟ طالما سارقيننا وجروا. يا والله ليك بعد ما عملوا الحز، لانه شنو؟
عربيتهم لانها لونها ابيض. انا تخيلتش بعربة الجماعة بتاع الشنطة دي. صحيح. اسف كونوا بيلعنوا في حظهم. وين يا سالم؟ الجماعة دي بيسألوا عنك. انت عملت شنو؟ اي وقعت مننا الشنطة. الشنطة دي فيها مستقبلنا كله. محل ما عملنا معاك الحادث. حادث؟ شنطة سوداء. يا اخي شنطتكم دي عذبتني عذاب. يعني لقيتها؟ ايوه. وين؟ وديت الشرطة القسم. الحمد لله يا رب. الحمد لله وشكر لله. يا اخواننا في شنو؟ اروح معنا القسم عشان نستلم الشنطة وتشيل نسبتك. تستلموها؟ نعم. نسبتي؟ لا. شنو؟ لانه الامانه ما عندها ثمن. عارف الشنطه دي فيها كم؟ ايوه. لانه البوليس حسبها قدامي 200,000 دولار. كم يا اخواننا في شنو؟ الو ساخن.